أعلن عدد من النواب عن تقديمهم اقتراحاً لإضافة مادة جديدة لقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لتعديل كشوف قيد الناخبين وفق واقع عناوينهم المسجلة في هيئة المعلومات المدنية. النواب أحمد الفضل والدكتور خليل أبول وخالد الشطي وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم أكدوا أن الاقتراح جاء بهدف تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية والقضاء على ظاهرة شراء الأصوات والتسهيل على الناخبين القاطنين في المناطق السكنية الجديدة أو المنتقلين من سكن إلى آخر من أي إجراءات روتينية في نقل قيدهم الانتخابية.